مولود برج الحوت، كيف بده يكون أسبوعك اللي بيبدأ 2 3 ديسمبر كانون الأول، وبينتهي الأحد 9 ديسمبر كانون الأول. بهذا الأسبوع أنت بتعرف بمطلع شهر ديسمبر الشمس موجودة ببرج القوس، بالنسبة لك هو البرج الأعلى بالدائرة الفلكية عندك. هيدي مسألة كتير مهمة، الأضواء مسلطة على شغلك، على أدائك، على مسؤولياتك، على واجباتك تجاه الأهل، تجاه الشغل، تجاه المجتمع. بهيدا الأسبوع اللي هو أسبوع كتير مهم، لأنه في عنا قمر جديد عم بيخلق أيضا في برج القوس، معناتها في بداية لمسألة مهمة جدا. بهيدا الأسبوع أيضا في عنا حدث فلكي كتير مهم وأنت معنى فيه بشكل مباشر، وهو تراصف المريخ مع نبتون ببرجك. هيدا التراصف الذي يتزامن تقريبا مع القمر الجديد طبعا بشكل مربع معه، نوعا ما بيخلق شوية توتر عندك بين الخميس والسبت، و المزاجية يمكن العواطف الدقيقة الحساسة. الطبيعة، طبيعة نيتشر بحد ذاتها بتكون متمردة، بتكون غاضبة، ففينا نتوقع عالميا انه تكون الطبيعة شرسة، فينا نقول بـ3 ايام او بـ3 الاسبوع او حتى بهذا الاسبوع. معقول نبلش نبدأ نلاحظ تمرد، تمرد وين ما كان تقريبا ابتداء من مطلع الاسبوع. الابراج اللي بيشتغل عليها هو البرج الشمسي، يعني حسب اليوم اللي انتم خلقتوا فيه، لانه كثير بيسالوني عم بشتغل على الطالع او على البرج الشمسي. ايه بشتغل على البرج الشمسي. التوقيت يلي بشتغل عليه هو توقيت بيروت، لما الساعه بتكون 12 الظهر، او لما تكون تنقول اسهل 2 بعد الظهر بتوقيت بيروت، بتكون 12 ظهرا بتوقيت لندن. حابة أذكركم إنه كتابي أيضا الجديد صار موجود بكل المكتبات اللبنانية، يلي بده يحصل عليه بيقدر برات لبنان بيقدر يدخل على الويب سايت الخاص فيني وبيحصل على الكتاب موقع مني شخصيا. كيف رح بيكون أسبوعك مولود برج الحوت؟ يوم الاثنين يلي هو 3 ديسمبر كانون الأول، قمر موجود ببرج الميزان، وهو موجود ببرج الميزان إذا تابعتني بالفيديو السابق الأخير، موجود ببرج الميزان من الأحد 2 ديسمبر. يعني بمطلع هذا الأسبوع أنت عم تشتغل على مسائل لترتيب بعض العلاقات، بعض الأوضاع، بعض التوترات، يمكن عم تشتغل على ترتيبها، على تنظيمها، على تراجع عن بعض الظروف أو بعض المواقف. عم بتحاول تقرب وجهات النظر، وهذا أمر جيد جدا. لازم تبعد عن المشاكل، ما بيناسبك أبدا هذا الموضوع، لا هلأ ولا بعدين ولا قبل. أنت شخص حساس وبحاجة إلى السكينة والهدوء والأجواء المسالمة، ويوم الاثنين 3 ديسمبر بيساعدك لحتى تاخذ الخطوة لتقريب وجهات النظر، أيضا يمكن لحتى تواجه مسائل إدارية لتظبطها، أوراق وملفات يمكن تكون صحية وغيرها. الثلاثة والأربعة القمر ببرج العقرب، وفلكيا بعتبرهم أفضل يومين بهالأسبوع، وبالتالي هدول هن اليومين بنصحك إنه تشتغل فيهم على مكالمة، على تواصل، على زيارة، على تفاهم، على حل وتسوية، على مصالحة، لتطرح فكرة، لتطرح مشروع، لحتى تجرب توصل إلى نتيجة حاسمة بترضيك وبتساعدك. إذن الثلاثة والأربعة هني أفضل يومين بهيدا الأسبوع. نوصل للخميس، الجمعة والسبت. السبت تحديدا فقط حتى الساعة 2 بعد الظهر توقيت بيروت. هون نحن دخلنا بجو التلبد الفلكي من ناحية تراصف المريخ مع نبتون، الطبيعة، تذكروا شو قلت في المطلع في البداية، والقمر الجديد يلي هو يوم الجمعة الساعة 9:22 دقيقة صباحا بتوقيت بيروت. هاليومين ونص رح بيكونوا حافلين بالنسبة لك مولود برج الحوت بضغوط، متطلبات إضافية من العائلة، من الأولاد، من الأهل، أو حتى من شريكك بالحياة، أو حتى من شغلك بيكتر،
أو بتتعقد بعض الأمور. مش ضروري كل الأجواء والمسؤوليات تكون لأسباب سلبية، يمكن عندك مسؤولية جديدة لأنه استلمت عمل جديد، يمكن عم تتزوجوا، يمكن عم ترتبطوا، يمكن عم بت عندكم لقاء كتير مهم، عندكم بريزنتيشن مهم جدا قدام 200 شخص، 100 شخص، 20 شخص، يمكن عندكم امتحان مهم، يمكن عندكم انترفيو. الضغوط موجودة، مش بالضرورة تكون لأسباب سلبية، لكن الضغوط موجودة. عم بعطيكم نوعية الوقت لحتى انتو تعرفوا تتعاملوا مع هالأمور، تتوقعوها، تتكيفوا معها قبل ما توصلوا لها من أول أسبوع، وتحضروا حالكم لأنه الوقت، نوعية الوقت مهمة جدا ولا يجوز الفشل. فكونوا حاضرين، نفسيتكم تكون مرتاحة، طباعكم تكون مرتاحة، بكون تاخدوا قرار انه انتو مش رح تجازفوا، مش رح تخلقوا مشاكل مع الناس، ومش رح تعلقوا حالكم بورطات. شو ما صار، حتى ولو في شوية قلق او هلع او زعل، تعاملوا مع الامور بموضوعية، كونوا هادين تماما. بتزيح هالعاصفة الفلكية فينا نقول ابتداء من السبت الساعة 2 بعد ظهر توقيت بيروت، تختفي هالعاصفة، بتبلش الأمور ترتاح، وبتلاقوا حالكم مبسوطين، مرتاحين، نظرتكم للأمور إيجابية أكثر، وبيصبح بإمكانكم إنه تتلاقوا مع الآخر في منتصف الطريق، في أصدقاء، في أشخاص بيزقفوا لكم، بيساعدوكم، بيدعموكم، وبيوقفوا إلى جانبكم، وبتستمر هالأجواء مساء السبت توقيت بيروت. إذا أنتم بتسمعوني من القارة الأمريكية، كل نهاركم يوم السبت رح بيكون إيجابي، تستمر الإيجابيات يوم الأحد أيضا 9 ديسمبر وحتى إلى الاثنين. إذا عطلة الأسبوع مشربكة شوي، لكن على الأرجح بتنتهي بخطاب هادي وجيد. الأكثر تعبا يلي لازم ينتبهوا جدا هذا الأسبوع بسبب تراصف المريخ ونبتون، هن 3 و4 أدار مارس، بدكم تتجنبوا السرعة، التوتر، الخلافات، الجدال، الاستفزازات، عدو عاقلين. يلي عنده شوية حظ أكثر من غيره هو 19 ل 23 شباط فبراير. بتمنى للجميع أسبوع حلو موالي برج الحوت. إلى اللقاء مع فيديوهات أخرى، فكونوا على الموعد. باي باي.